السلام عليكم غزالات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. كما كتعرفوا انا كل سيمانة كنمشي للبحر ديفرنت. هاد السيمانة هادي مشيت لهاد البحر هذا، صراحة ما عجبني شي. انا غنخليكم الاسم ديالو، ما كان زعما من الاحسن ما تمشيلوش، يعني ما تخسروش وقتكم فيه، لان بصراحه عامر غاربيتش هو فعلا مزيان للكيت يلعبوا فيه. ما فيهش المواج، ما فيهش بزاف الحاجات كما كتشوفوا في الفيديو، يعني ماشي شي مواج، وانما فيه الزاج، فيه يعني الرضيم الزاج، فيه اعتقد الناس كيجيو كيشربوا تما. سو ما ننصحكمش تمشيو ليه. وهذا البحر هذا قدامه كاين واحد البارك ورا بارك، فيه لابيسين، فيه كل شيء، من الاحسن خذوا ولادكم تما. مهم، شوفوا معايا الفيديو. اللي جينا لهم ما عجبناش في المره، ولكن فيه الالعاب. شوفوا الالعاب، غزاله الالعاب هنايا. الالعاب هذه واقيلا باقا ما فتحتش، يعني حتى العشيه هذه كتفتح. دابا اللي فتح غير ورا بعض. هذا المنظر رائع 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 رائع. كما كتشوفوا هذا البارك هذا غزال الصراحه، الورا بارك غزال الصراحه. غيعجبكم بزاف للكيدز، للاطفال زعما غيلعبوا، حتى نتوما يمكن لكم كاين داك زحلايقات داكشي، كيعاصي الضحك الضحك والله العظيم. عجبني الالعاب فيه، يعني تقريبا بحال 6 فلاك. الناس اللي ماشيين 6 فلاك هذا تقريبا فحال 6 فلاك وباقل ثمن، وحتى هو فيه الالعاب. وكان دا بغيتو تشوفوه، مشيو تشوفوه مزيون بالنسبه للكيدز. انا ما قدرتش الصراحه نصور لانني كنلعب كنقابل العيال، يعني انا مع العيال، سو ما قدرتش نجلس كنصور بزاف لان اختي نلعب معاهم. ما يمكنليش في التليفون ما عنديش داك الخشه اللي غنخبع فيه التليفون. سو طلعوا ولادي الفوق، غزال غزال الفاض الصراحه. اكيد ما نقدروش نطلعوا لها ديال الولاد، هذه كتهبط بحال الماء. البارك على هذا الشكل هذا رائع بزاف بزاف. بالنسبه شفتوا هذا الغرف هذا ولا شي هذا، كيعمر كيتسخوا عليهم بالماء صراحه مزيون. المهم يعني هنايا غير كتعمل فان مع بعضياتكم. كما ذكرتكم ما نقدرش يعني صورتكم اي حاجه، طلعنا بزاف ديال اللعب لان التليفون ديالي ما عندوش هذاك اللي غنحطو فيه ضد الماء. اذا دخلت معايا غنفسكو بالماء، وفي نفس الوقت انا خصني نلعب مع ولادي وداك الشيء، فهمتوا؟ لان راجلي كيشبر واحد وانا كنشبر واحد باش كنلعبوا مع بعضياتنا. المهم بعد نحط لكم الاسم هذا البارك هذا في البحر. البحر ما عجبنيش كما صورتكم شفتوا، البحر ما عجبنيش، البحر فيه الغاربيج، فيه الازبال، ماشي مزيان، ما عجبنيش يعني هيدا العائلات ولا اي واحد يعني غيجي غيجي عوم فيه ماشي مزيان. وهنا حداه كاين هذا البارك هذا، وهكا كاين العاب اخرى ثانيه اللي غتفتح حتى العشيه مثلا على هذا الشكل هذوما، هذوما غيتفتحوا حتى العشيه. المهم الدخله حنا دخلنا بثلاثه بينا أربعة بينا، تو كيدز تو أدلت، ب 130 دولار، وذاتس إت، 130 دولار، ذاتس إت. عندنا حتى في هذه العزلة كنترموا هنايا في هذا البيسين. المهم أنا ما نزلتش في هذوما الصراحة، هذيك البيضة اللي كتشوفوها الصغيرة هذيك فيها الدورات بزاف، هذيك اللي حداها الكبيرة فيها شي الدورات، ولكن ما خفت نترموا ولا شحال كنتش عليكم على الخوافة. المهم أنا كنت في هذيك الكحلة راهي البلاك، شفتوها كيفاش عامله ملويه وانما مغطيه، يعني ما تخافش لا تطير ولا حتى حاجه. هذه اوكي، بس كما كتشوفوا كيركبوا على هذه وكيترموا هنايا، وكاين هذا الماء هذا اللي كيمشيو عليه بهذيك البالونات بحال هكذا. المهم مزيون الصراحه. كاين هذوك راهما اللي ما نقدروا نمشي تقدرش. المهم يا حبيبي هذه شفت السيده الحمد لله هربنا، والله العظيم هربنا الصراحه. ترى في ماي جاد
درت سيف دابا غنمشيو بحالنا الصراحه هذه ثلاثه صافي غنشوف الروح راه نمشيو بحالنا ان شاء الله. دابا وقفت شويه كانت ماي شفتوا بسم الله ما شاء الله الشتا طاحت كانت كسيله الشتا ومن بعد ما بقاتش سبحانك يا اله. سو هنايا غنقول لكم بسم الله عليكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ميس يو لاف.